السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن قصة عن الاستغفار. تقول صاحبتها: أنا بنت في عمر 29 سنة، أعمل في شركة خاصة، دائما متشائمة، ألهو كثيرا، أذنب كثيرا، يعني لم أكن أطيع والدي كما ينبغي، ومع نفسي كنت أرى هذه الأشياء عادية، يعني كنت أرى أشياء عادية جدا أني أكون عاصية وأكون. وفي يوم من الأيام قرأت عن الاستغفار، فأحببت أن أشارك معكم قصتي مع الاستغفار. لكن قبل أن أبدأ أيها الإخوة والأخوات في القصة، أتمنى منكم الاشتراك والضغط زر لايك. تقول: في يوم من الأيام في نهاية عام 2012 مرضت مرضا شديدا، ظننت أني سأموت، كنت جد خائفة أن أموت، كيف ألاقي مولاي، كيف سألاقي الله عز وجل. وأنا في هذه الحالة وبهذا التصرف مع والدي، فقررت أن أتوب إلى الله عز وجل وأستغفر الله لذنبي، ثم أردت بدء حياة جديدة بعد قراءتي لمواضيع الاستغفار واستماعي لقصص الاستغفار على اليوتيوب وعلى الإنترنت بصفة عامة. فواظبت على الاستغفار، يعني كل مرة أستغفر العدد الذي أستطيعه، مرة 500، مرة 1000، العدد الذي أستطيعه. فأصبحت أذكر الله عز وجل كثيرا، وأصبحت أذكر الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مرات 1000 مرة، مرات 500، مرات 300، على حسب استطاعتي، يعني لم أتقيد بعدد معين. وكذلك أكثرت من ذكر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، يعني أصبحت كل ما أجد وقت فارغ، أو مثلا أمشي في الطريق، أذكر الله عز وجل وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أستغفر الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل مرة، مرة 1000 مرة، مرة 500، يعني أكثرت من الذكر، أكثرت من الاستغفار، من التسبيح، من الحوقلة، من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبحت أصلي النوافل في الليل والنهار، خاصة قبل أذان الفجر، وأقرأ كل يوم سورة البقرة، وأصبحت أتصدق، يعني تغيرت 180 درجة. ومن ثم بدأت أغير تصرفاتي، والله العظيم صدقوني أن حياتي تغيرت نهائيا مع بداية 2013. أصبحت لا أحب المشاركة في كلام الغيبة، وأصبح الناس لا يهمونني، يعني لا يهمني كلام الناس، وأجلس مع هؤلاء النساء أغتاب في هذا وأقول النميمة، لا، تغيرت 180 درجة. أرجع إلى البيت، أمسك القرآن الكريم وأقرأ، والحمد لله والله العظيم تيسرت أموري وتزوجت بالشخص الذي كنت أتمنى. فيا أيها الإخوة والأخوات، إذا عندك أمنية، عندك أشياء تريد تحقيقها، فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل، لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.